احيانا بستعملي شامبو، وبستعملي كتير شغلات منشطة للشعر، لكن كل هذا ما بكفي. هذا كله علاج خارجي، لازم نحن ندعم الشعر من جوا، والمعالجة لازم تكون من جوا. تابعوا هذا الفيديو راح اشرح لكم كيف. انا دكتور محمد حزوري، متولى على قناة الطب الصحة بمنظور مختلف. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعم القناة ودعم الفيديو، تعليقات ولايك، واي في اي سؤال، اي شرح، اي كذا بتريدوا اكتبوا لي باسفل الفيديو بالتعليقات، وان شاء الله تبقوا بصحة وعافية. يلا نبلش. مرحبا، الله يسعد اوقاتكم. اليوم بدي احكي على اساليب تقوية الشعر، شعر يطلع شعر قوي، شعر بنيته صحيحة. الشعر فيه له طريقتين للحفاظ عليه. الطريقة الأولى هو الحفاظ على الهيكل الخارجي. هاي الشعرة اللي بتطلع من بسطة الشعرة، هي مادة ميتة، مادة غير حية، تطلع من بسطة الشعرة مثل لب أي شغلة، تعتبر لب، بدها تغليف مشان ما تتأثر بالعوامل الخارجية من الحمامات ومن الرطوبة وطريقة التحميم والمي وغيرها، طريقة التمشيط. إذا لازم نحافظ على غلاف خارجي. هذا الغلاف الخارجي تبعه ممكن نقوي نحن بالكريمات، بالبلسم، بالبروتين، بغير البروتين، كل هدول بيقووا الهيكل الخارجي للشعرة. طيب نحن قوينا الهيكل الخارجي اوكي، بس هذا لا يكفي لحاله، نحن لازم نقويه من الداخل. تقوية البنية من الداخل تعتمد على تغذية من الداخل، تغذية بسطة الشعرة لتنتج شعرة قوية، شعرة مرنة. ومن هي التراكيب أهم عنصر فيها هو الكولاجين. الكولاجين هو عنصر أساسي في بناء هيكل الشعرة. قبل ما نحكي على الكولاجين، نحن بنحكي على الشغلات الثانية، المواد الثانية اللي بتخلي الشعر قوي. في عنا معادن زهيدة، الزنك والسيليكوم والنحاس. هدول ثلاث عناصر معدنية زهيدة بتدخل كعناصر وسيطة في تركيب البروتين وتركيب الكولاجين، يعني هي بتساعد على إعطاء تراكيب قوية للكولاجين طبعا، ومنه هيكل الشعرة. هاي المعادن الزهيدة موجودة في الطبيعة، بس في نسبة من البشر 20-30% من البشر مصابين بنقص هاي المعادن، وبالتالي لما هاي المعادن بتنقص اكيد راح الشعر راح يكون متقصف، راح يكون شعر ضعيف، راح يكون شعر بيتقطع. نجي على الكولاجين اللي هو الهيكل الاساسي لبناء الشعرة. هو الكولاجين، الكولاجين هو مادة بروتينية مؤلفة من حموض أمينية، أمينوزوا. هامة هاي الحموض الأمينية، الجسم من جواته لا يستطيع بناءها لحاله. طبعا معروف أن جسم الإنسان ما بيحسن يبني كل الحموض الأمينية، كل البروتينات يبنية كبناء تحويل يعني من مادة لمادة، لا، هذا ما بيقدر يبنيها، غير بده يحصل عليها من مصدر خارجي. هلا ممكن نحصل على الكولاجين من مصدر خارجي، من الأغذية، خاصة الأغذية الحيوانية، اللحوم والبروتينات، بس هاي الأغذية بدك تاكلي أو بدك تاكل كمية كبيرة تتحصل على كمية زهيدة. أما الشركات الصناعية وفروا لنا مادة الكولاجين، هي الحموض الأمينية الأساسية اللي بيحتاجها الجسم، وفروه على شكل كبسولات أو بودرة. لما الإنسان بياخذ هذا الكولاجين راح يتفكك في جسمه مشان يرجع ينعاد بناؤه حسب ما يناسب الجسم. كل جسم إنسان له شفرة خاصة، يعني له بروتينات خاصة، والكولاجين اللي عندي بيختلف عن الكولاجين اللي عند غيري. لذلك الجسم بياخذ الكولاجين المتناول عن طريق الفم، سواء حبوب او بودره او الاكل، بفككه بيرجع بعيد صياغته. هلا ممكن ما كل الاغذيه، اللحوم وغيرها، ما نلاقي فيها الكولاجين اللي بيناسبنا والكولاجين الكافي. عشان هيك شركات الادويه طالعوا الحبوب، الكولاجين والبودره، مشان يكون كل جسم يبني الكولاجين اللي بده اياه. اذا هون لما احنا اخذنا المعادن النادره، كانت اخذناها كمكملات غذائيه، الزنك والسيليكوم والنحاس، أخذناه بكمية كافية كل فترة بناخده كحب مكملات، وأخذنا الحبوب الكولاجين كحبوب أو بودرة، أو أخذنا اللحوم بكمية كافية. يعني إذا إنسان ضعيف كتير ممكن يأكل اللحوم كمية كبيرة بكمية كافية بحيث يحصل على الحموض الأمينية، وقتها بكون أكيد بناء الشعرة صح، وبناء الأظافر صح، لأن الأظافر والشعر مثل بعض تقريبا، هن من عناصر الجلد، وبكون تركيب الكولاجين صح. الجلد كمان مادة مرنة، الجلد والشعر والأظافر كلهم من نفس الشعر، هو أصلا جزء من الجلد. لما الكولاجين يكون صح وبناؤه صح، بكون الجلد مرن، براق، لماع. لما بكون الجلد قوي، الشعر رح يكون قوي. الجلد لما بكون بنيته كويسة، أكيد الشعر رح يكون بنيته كويسة. هذا أهم شيء بنحسن نحكيه عن الكولاجين. هلا ممكن أحكي بفيديو آخر عن أسباب سقوط الشعر،
في اسباب كثيره كثيره لسقوط الشعر. قبل ما انهي الفيديو راح انبه لشغله، انه في ناس ممكن ياخذوا الكولاجين وما يستفيدوا كثير. الكولاجين كماده بروتينيه عند تاخذ بيكون في عندك او عندك معده سليمه، معده صاق، معده ما في عسر هضم، معده ما عندها مشاكل بالحموضه والحرقه، معده ما عندها مشاكل فتق معدي، يعني اي سوء هضم، اي مشكله هضميه بتعمل مشكله لامتصاص الكولاجين، يكون امتصاص الكولاجين مو كافي، بكون تفكيكه في المعده مو كافي، وبالتالي امتصاصه ما راح يكون كافي ولم تستفيد. يعني هو هذا سبب، لانه قديش في ناس بتستفيد من الكولاجين بشكل جيد جدا، في ناس ما بتستفيد منه. مثل ما قلنا، تاخذ الكولاجين لحاله بدون ما يكون عندك شيء كافي من المعادن النادره اللي هي الزنك والسيلينيوم والنحاس، اكيد الكولاجين ما راح يكون في له فائده واضحه، لان هي كلها عباره عن طقم متكامل مع بعضه. الكولاجين عشان يتركب صح بالجسم بده المعادن النادرة الثانية، إضافة للمعادن النادرة اللي حكينا عليها لازم يكون في عنا فيتامين البيوتين وفيتامين بي 6، لأن هدول كمان هامات كتير كتير في بناء البروتين. الفيتامين بي 6 والبيوتين هن جزء من بي كومبلكس. الأفضل ناخد أنه كل طقم في فيتامينات بي كومبلكس موجودة كمكملات غذائية، البي 1 وبي 2 وبي 6 وبي 12، كل هدول بيجوا طقم واحد مع بعضهم مع المعادن النادره، بيكون هون اداء الكولاجين صح وتركيبه صح، وبالتالي بيكون الجلد والشعر والاظافر كلها تركيبها صح، بتعطي رونق ونضاره ومتانه، وما بتعطي هالتجاعيد ولا التقشر ولا تقصف الشعر ولا تكسر الشعر. القاكم في فيديو اخر بيحكي عن تساقط الشعر واسباب تساقط الشعر. بتمنى لكم الصحه والعافيه، انا دكتور محمد حزوري وسلامات. لا تنسوا التعليقات، وفي أي أسئلة لكم اكتبوا ليها بالتعليقات، مستعد أجاوب عليها. وبتمنى لكم الصحة والعافية دوما يا رب. سلامات.